تسعى جامعة شقرا وفق خطتها الاستراتيجية إلى تعظيم المساهمة والمشاركة في تحقيق رؤية المملكة 2030 وفق أهداف ومشاريع حيوية ومتجددة. ولعل ملتقانا هذا ملتقى البحث والابتكار المجتمعي هو بالأساس لخلق التناغم الجم بين قطاعات الدولة المختلفة والقطاعات الخاصة للقيام بأدوارها المجتمعية للوصول إلى مجتمع حيوي كأحد ركائز رؤية المملكة 2030. ولعل ما تحظى به القطاعات المختلفة من دعم من لدن القيادة الرشيدة أيدها الله لهو أكبر دليل على إيمانها بالدور المنشود من هذه القطاعات لأداء رسالتها وتحقيق أهدافها في مجتمع الجامعة المحلي. الحضور الكريم، بهذه المناسبة نود أن نؤكد على عزم الجامعة على تعزيز وتحفيز مبادرات الابتكار المجتمعي وتقوية الشراكة المختلفة بين الجهات الفاعلة داخل مجتمع الجامعة. ولعل ما تم من اتفاق في الفترة الماضية مع اللجنة النسائية للتنمية المجتمعية ولجنة شؤون الأسرة في إمارة منطقة الرياض هي الانطلاقة الحقيقية لعمل مجتمعي فاعل. في الختام، باسمي وباسمكم جميعاً نرفع أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وإلى سمو سيدي ولي العهد على ما يحظى به قطاع التعليم من دعم وتشجيع مستمر. والشكر موصول لمعالي وزير التعليم على ما تحظى به الجامعة من تشجيع ومتابعة مستمرة وحث لقيام الجامعة بأدوارها المختلفة. وفي الختام، أسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا أمننا وإيماننا وأن يحفظ جنودنا على الحدود، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.